الخبر قلت لكم عليه، الخبر يعني الحدوته في الكاراتيه. دايما كنا بنشوف ان العقود برضو لعيبه الكوره بعد كده بكام بفتره يعني حلوين كده، لقينا عقود في اليد فتره حلوه، لقينا عقود في الطايره في السله، وبعد كده جت الطايره، وبعد كده جت السيدات وراهم، وبعد كده شفنا عقود في كل الالعاب. الاسكواش النهارده بقى فيه عقود، اول مره النهارده بينفرد النادي الاهلي، بينفرد النهارده النادي الاهلي بعمل عقود احتراف للاعيبه الكاراتيه بواقع 4 لاعبين و5 لاعبات. النادي الاهلي النهارده بيعمل 9 عقود احتراف في الوقت اللي مش مطلوب من النادي الاهلي كده. يعني الاتحاد الكاراتيه لا يشترط في تسجيل او قيد اللاعبين او اللاعبات ان انت تكون ماضي عقد مع النادي بتاعك، هي فقط الاستماره. ما زال الاتحاد بيلعب او بيشتغل بنظام الهواه، ولكن النادي الاهلي بيشتغل بنظام الاحتراف، واللعيبه دي رفعت اسم النادي الاهلي، ومن قبل اسم النادي الاهلي اسم مصر. واكبر دليل وخير دليل جيانا فاروق بطلتنا الاولمبيه اللي ميداليتها فرقت معانا جدا في ترتيب مصر في الاولمبياد، كانت بنت الكاراتيه بنت النادي الاهلي. فالنادي الاهلي النهارده بيعمل عقود ل9 لاعبين من الكاراتيه، تاني 4 رجال و5 سيدات. يعني السيدات 5 عقود اكتر من الرجال، البطل بطل وبيرعاه النادي الاهلي. طب نشوف كابتن خالد العوضي قال ايه؟ قال كابتن خالد العوضي ان الخطوه دي بتتعمل لاول مره في تاريخ الاهلي، انا بقول لك كمان في اول مره في مصر، للحفاظ على العناصر الشابه والواعده اللي عندنا واللي سبق ليهم الفوز بميداليات عالميه وشرفوا مصر في بطولات العالم والاحداث الدوليه الكبيره. وال11 بطل دول هم كريم ابو عيطه، ايه هشام، حبيبه ماجد، فاطمه عبد الناصر، مريم العزبي، محمد صلاح، عبد الحميد، مصطفى محمد، شاوي احمد، ياسمين، محمد احمد الهواري. واكد كابتن خالد العوضي ان اللعيبه دي جاهزه علشان تدافع عن الوان النادي الاهلي والمنتخب القومي في كل البطولات والاحداث الكبيره سواء قاريا او عالميا. دول ابطالنا اللي تم طبعا توقيع العقود معاهم. وزي ما قال كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، قال انه النادي الاهلي بيحافظ على لعيبته في الوقت اللي الاتحاد مش شارط ده. طب ليه النادي الاهلي بيعمل كده؟ عشان يدي للعيبه دي حقها، عشان يحسس اللعيبه ان انتوا ناس يعني محترفين بتدوا من وقتكم للنادي الاهلي، والنادي الاهلي عمره ما بيبخل عليكم بشيء. وزي ما النادي الاهلي عمل كده مع سيدات كره اليد، يعني يمكن الاتحاد كان عمل عقود لسيدات وادى مهله للتطبيق، ولكن النادي الاهلي ما انتظرش المهله، سارع بتطبيق ده، عمل عقود للعيبه اليد في النادي الاهلي او للاعبات اليد في النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي سباق، دايما النادي الاهلي بيفكر فكر الاحتراف، ما بيبصش. يعني اللي بيلعب في النادي الاهلي سواء اي لعبه ليه الفخر الحقيقه، لان هو مش حاسس انه متاخر عن كره القدم. في انديه كتير دايما كره القدم سابقه بكتير، وده وضع طبيعي لان كره القدم هي الحقيقه الفلوس، وهي الشهره، وهي الرعاه، وهي الشركاء. يعني قصدي اقول لك ان كره القدم هي معشوقه الجماهير، ولكن النهارده النادي الاهلي ما بيحسبش ده وما بيتعاملش مع الالعاب الاخرى بكده. خليني اقول لكم يعني لا اخفي سرا يعني انه في اتجاه كبير جوه النادي الاهلي ان حتى حقوق الرعايه للالعاب الاخرى يتم طبعا بلورتها وصياغتها بشكل معين عشان يبقى ليها يعني معامله زي كره القدم. تدور على سبونسرز، تدور على رعاه، شركاء، لان النهارده انت في الالعاب الجماعيه انت بطل افريقيا كره يد، بطل افريقيا سوبر افريقي، بطل ومشارك لتاني مره في بطوله العالم، بطل افريقيا في كره اليد، كره الطائره، انت يعني حامل لقب السابق. يعني انت ممكن في سنه من السنين تلاقي عندك 6 أو 7 بطولات افريقيا. فالنهارده ليه لا؟ فالنادي الاهلي النهارده بيشتغل، كبر فرقه، لمعت فرقه. النهارده النادي الاهلي في اتجاه جوه ان يتم طبعا بيع حقوق الفرقه دي بشكل او باخر عشان يستفاد النادي الاهلي من المنتج الحقيقه اللي النهارده بيظهره النادي الاهلي في ابهى حالاته. في الوقت النادي الاهلي بيقدم للمنتخبات يعني جواهر، بيقدم لها يعني زي ما بيقولوا عناصر او يعني مش عناصر بس، كل يعني في كل عناصر اللعبه سواء لعيبه، مدربين، دكاتره، بيقدموا لمنتخب مصر هديه.